الواقع لما بنتكلم على أبونا المتنيح القمص من التأسيس السرياني، في الواقع بنتكلم على سيرة عطرة، على أب عاش حياة الرهبنة الحقيقية تلمس أجيال، وكان هو نفسه مثال وقدوة لينا. أبونا ميتاوس كنا دايما نروح نقعد معاه وقت الغروب، ونقعد معاه خارج القلاية بتاعته، نسمع منه التعاليم الجميلة، نسمع منه المبادئ الرهبانية اللي كنا بنشوفها متحققة في حياته وهو عايشها بنفسه. كان دايما يردد كلمة قدوس الله، كان دايما يردد كلمة ولم يعوزنا شيء. في كان قصة لطيفة حصلت بخصوص كلمة ولم يعوزنا شيء. أبونا ميتاوس كان عنده جلوكوما، وكان بياخد قطرة اسمها تيمبتول، والقطرة دي كانت نادرة جدا على ما أعتقد، كان بيوزع كل أجزاء خانة علبة واحدة في الشهر. وفاكر مرة رحت له الصبحية، فأبونا ميتاوس قال لي أنا القطرة دي خلصت من عندي وأنا محتاج القطرة. هو كان بيحط منها الصبح وبالليل، وأنا قلت له يا أبونا القطرة دي نادر إنها تكون موجود، يعني يا ريت كنت قدسك قلت لي قبلها بفترة، كنت أحاول إن أنا أرتب. فقال لي ولم يعوزنا شيء ربنا يرتب. فقلت له طب قدسك ما عندكش حاجة؟ قال لي لأ، أنا حطيت منها الصبحية آخر نقطتين كانوا موجودين وأنا ما عنديش قطرة خالص. فكان يوم جمعة، جيت هنا كان ماسك الباب وقتها المتنيح أبونا كراس، فرحت لأبونا كراس قلت له من فضلك يا أبونا شوف أي حد من الدكاترة والصيادلة اللي بيجوا الدير وقول لهم إن إحنا محتاجين القطرة دي. وبعد كده نزلنا الحكرية، أبونا المسؤول على العربيات نزل الحكرية وسأل على القطرة دي، فقالوا له طبعا لا مش موجودة. المهم كان يوم الجمعة بعد ما الزيارات خلصت على الساعة 5-6 بعد الظهرية، عد عليا أبونا لؤى السرياني. كان لؤى أخوه طبيب دكتور تتويج، وكان هو في شركة دعاية. فعادة لما كان بيجي حد بيجيب لنا أدوية، كان بيجيب لنا الأدوية اللي هي عامة زي أدوية الكحة، أدوية الصداع، أدوية المعدة، فيتامينات، مضادات حيوية. فأبونا لو جاب لي كرتونة كان جايبها مع دكتور تتويج، وإحنا كنا بنفتح الكرتونة كده فكان فيها لفة، فأبونا لو قال لي لا 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 دكتور تتويج قال اللفة دي جت بالغلط، فهو كان هياخدها معاه بس نساها. فأنا قلت له ممكن أفتح اللفة دي أشوف فيها إيه؟ فقال لي آه. ففتحتها لقيتها 20 علبة مكتول من نفس القطر اللي أبونا ميتاوس كان بيستخدمها. طبعا تيجي الكمية دي بالصدفة، الحقيقة ما كانش دي صدفة إنما ده كان عمل ربنا. فأنا خدت اللفة دي ورحت لأبونا ميتاوس وقلت له شوف يا أبونا ربنا مش عايزك حتى إنك أنت مرة واحدة ما تحطش القطر. فقبل ما عاد القطر بتاع بعض الضرية بعد الكمية الكبيرة دي، فقال مش قلت لك ولم يعوزنا شيء. كان عنده إيمان قوي بعناية ربنا له في البرية.
كان دايما يتكلم على ان احنا في القداس لما نقول والساكنين فيها بايمان الله، هي طبعا الساكنين فيها يعني في البريه بايمان الله، فدين على الربان وازاي ربنا بيعتني بيهم وازاي ربنا بيهتم بكل احتياجاتهم. قصص كثيره الحقيقه لو احنا ذكرناها عن ابونا متاوس، لكن كان يتحقق في قول الموجود في البستان يكفيني ان ارى وجهك يا ابي. كنا لما نروح ونقعد عنده ونرى وجهه كنا نمتلئ بالسلام ونمتلئ ايضا بالحراره من جهه العباده. كان دايما مشجع لينا في جهادنا وفي حياتنا الروحيه، كان دايما يحثنا على ان احنا نعيش مع بعض في محبه ونلتزم بالمبادئ الربانيه. احنا لساننا بيتبارك عندما بننطق باسمه، نطلب من ربنا ان يناح نفسه الغاليه فردوس المعاني مع القديسين الابرار انبا انطونيوس وابو مقار والانبا بشوي والانبا حمسكان ومري فرانس سلياني. نطلب ان يصلي لنا دايما امام ربنا يسوع المسيح، علشان كما كمل جهاده ربنا يدينا ان احنا نكمل جهادنا ايضا. ببركة امنا العذراء مريم وشفاعة القديس يحنس كامل وبصلوات ابينا صاحب القداس البابا المشهد الثالث وشريك في الخدمة ابينا المكرم يفتح عبد المتاوس اسقف ورئيس دير السريان لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.